كنت مفتش جوي الشغل في ولاية تنشري من 3 مارس 2020 إلينا نهاية الشهر الماضي. وهذه الرسالة لا ينعدل رسالة تظلم دور الدولة ترفع عن الظلم. اللي تعرضت للظلم مبين مخالف لجميع القوانين المعمول بها في وزارة العمل. وهذا الظلم الجلة السيد الرئيس أعلن خارج شيء قالوا عمل المفتشين عنده جانبين، جانب قضائي وجانب إداري. الجانب من الإداري متعلق بالوزارة، هي اللي تعاقبه، هي اللي تفكتي، وهي اللي تعدل ذيك الأمور كاملة. والجانب القضائي من المفتش ما عنده علاقة بالوزارة، جانب متعلق بالقضاة، بصف المفتش ضابط شرطة قضائي محاضره، سواء كانت محاضر مخالفات ومحاضر صلح سواء عدم صلح ثم حاضر غياب، هذه الحالة مباشرة القضاء المختص والمختص فيها. وبالتالي الوزارة ما عندها لها ما عندها عليها أي طريقة يسوية شنية. وعدلت محضر مخالفة للشركة الأجنبية، تشقرش من الجانب في تازيازد مقاول تابع لتازيازد، ومشيت للمنذار، وذاك الإنذار امتثلوا له شمن الشرايك وهم أباوي امتثلوا له، ولذلك الأساس عدلت لهم محضر مخالفة يمنعهم طبقا للقانون من الحصول على رخص عمل لمدة 5 سنوات. هذا هو نصري القانون. ومنين جاء من المحضر كتبوا براوة الوزير، ومنين جاءت براوتهم الوزير عيط لي وقال لي احنا قال لي شنو اسوا براوة الناس. قلت له براوة الناس قضيتها بسيطة، كتب لهم براوة جاوبهم فيها. قال هذا المحضر عنه احنا ما تلم من اختصاصنا، عنه من اختصاص القضاء، حد متضرر منه يقبض ويقيس به المحكمة المختصة ووكيل الجمهورية ويطلب عنه يلتغى ويطلب عن رجال المفتش ما هو حقه لأنه خاسر، ويعود القضاء المختص هو اللي يلغي. ويبدو أنهم ذيك الفكرة ما أبغاوها، أبغاوا لا أنهم يفرصوني أنا لأني عدانة هو اللي لاغي وأنا ما قد نلغي. وعدلت لهم ياسر من التقارير في المجال، وعدلت لهم براوة حائل هالوالي والي نشيري مباشرة شورهم، كتبت لهم فيها عني ما نعرف أي نص قانوني خول لي عن نعدل ذي الأوامر الشفهية اللي أعطاوني، وعليني طالبهم إلى عادوا لي عندهم مرجعية قانونية تخول لي إلغاء المحضر أنهم يكتبوها لي. وجاتهم طريقة رسمية عن طريق الوالي. النهار اللي جاتهم فيه نقزوني وأخذوا لي أنا دو سيرفيس. هذا نختار نقول لأنه يخلق لي قاع دائما، يخلق الموظفين دائما يقير. هذه المرة انا ما قط انا ماني ما همني خليه ياخذ ذيك الحال من دون علني نقدمه للهيئات المعنيه، خصوصا رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والوزير المعني لعده اسباب. التنقازي الماضي مرات ما قط كتبت في الاعلام ولا قط قلت في شيء اللي ما راه بصيص امل بعدين فهم مرده فهم دوله والله التوجه للعداله يقد يرفع عن الظلم. ذي المره منين حسيت التوجه لأين أطرح قضيتي؟ ولعدة أسباب. أولا وزيري دكتور في القانون، معناها لأنه يعرف القانون وبالتالي قد يصنت الحيثيات القانونية اللي نقول. الثانية رئيس الحكومة بعد زيارته القطاعات قال عنها قطاعات فاسدة ولأنها فيها بقايا من الإدارة الأولى، ونختار نقول عنها احنا بعد قطاعنا اللي فيه ما هو بقايا بين ما قد زقلوا شيء من الفساد، لا ما زال بتكركيبت الأولى اللي كان به. الثالثة رئيس الجمهورية في خطاباته وفي توجهاته قال عن الدولة ضامنة العدل وضامنة المساواة. وهذه الأسباب اللي جعلتني نعدل التظلم رئيس الجمهورية نطالب فيه بحماية اللي قالوا مفتشين الشغل. مفتشين الشغل عملهم عمل اجتماعي وعمل إنساني وعمل قانوني ولا بد من حمايته. مفتش الشغل مقيد بالنص القانوني ومقيد بحماية العمالة الموريتانية والشرايك، ومقيد بحماية العمالة الموريتانية من حيث الوظائف للأجانب. وهذا منين يعود مفتش الشغل ما يقدر يعدله والله الدولة ما يحامته لا يعود عمله لا فائدة فيه وخارج يعود ما هو خارج. وأنا منين عيطوا لي الخلطة يطلبوا لي التالي وقالوا لي أعلني نلغي المحضر وظلوا ينقزوني، خرصت يوم فهم احتمالين. احتمال أول أن نلغيه ونعود معتدي إلى صلاحيات القضاة ولا ينقل بيلي معتدي إلى صلاحيات القضاة. احتمال الثاني عني لا نلغيه
لا ينابى نلغيه ونعود مابي ننفذ اوامر الوزير ولا ينقذ. معنا في جميع الاحتمالات لا ينقذ. اخترت تنقذ بطريقه محترم بها القانون ومحترم بها راسي ومحترم بها قطاعي ومحترم بها شرفي، انا نعود منقذ لاغي القانون وشاكين من القضاة وشاكين من العمال الموريتانيين.